أعلنت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم الثلاثاء في محافظة دهوك في العراق، وذكر بيان إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 1:31 اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بلغت قوته 3.5 درجة وتبعد 15 كيلومتر شمال غرب العمادية من محافظة دهوك. وأشار البيان إلى أن السكان شعروا بهذه الهزة، ولم تردنا أي خسائر مادية أو بشرية تذكر، نسأل الله السلامة. سنوافيكم بأي تقارير جديدة تأتينا. لا تنسونا في نهاية الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد وهام وحصري. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة.